السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نصور مع بعض كتاب الامتحان بنك الأسئلة الأحياء، والكتاب ده فيه الامتحانات والتدريبات والمراجعة النهائية. الكتاب كمان بيجي متسلفن ومعاه الجزء الخاص بالإجابات. الجزء ده تخين قوي، كبير جدا، وفيه كل الإجابات النموذجية لكل جزئية في الكتاب الكبير. تمام، اهو لازم نتأكد من وجود الكتاب الصغير ده مع الكتاب الكبير. تعالوا نشوف الكتاب الكبير جواه ايه. هو الامتحان في الأحياء جايب لي أول حاجة إن في الباب الأولاني التركيب والوظيفة في الكائنات الحية، وفي أربع فصول. أما الباب الثاني وهي البيولوجي وفيها فصلين، الحمض النووي والأحماض النووية. تعالوا نشوف الكتاب من جوه عامل إيه. أهو جايب لي طبعا هو بنظام البوكلت، وجايب لي الاختيار من متعدد، مش سايب جزئية جزئية غير وعامل فيها أسئلة. أهو طبعا الكتاب ملون ما شاء الله، وده كتاب الأحياء من جوه الامتحان وبنك الأسئلة. الحقوا الكتاب يا جماعة، بيخلص وعندنا شحن وتوصيل لكل مكان. اهوت نماذج امتحانات الثانوية العامة في الأحياء، كتاب الامتحان ده. نماذج الامتحانات بقى على المنهج كلها. هو جاب الأول فصل فصل، وبعدين هنا بيديني امتحان شامل بقى على المنهج كله. الكتاب تقريبا حوالي 350 صفحة لآخر جزئية امتحانات وأسئلة. الكتاب عامل 210، وبيجي معاه الملحق بتاع الإجابات هدية.